بحبه الحقيقي التقى الفنان العربي هاني شاكر جمهوره السوري الذي انتظر قدومه إلى سوريا بشغف، حيث أحيا الهرم المصري حفله الغنائي الأول على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون، لتجتمع بذلك عظمة مصر مع عراقة سوريا. الفكرة أجت نحن نبعث رسالة حب من جالية سورية بمصر لأهلهم بسوريا. اجتمعنا كنا كجالية سورية مع سيادة السفير بسام درويش بمصر بحضور الفنان العظيم أمير الغناء العربي هاني شاكر، وفكرنا بالقصة أنه يعمل حفل بدار الأوبرا، وعملنا موضوع اشتغلنا على موضوع غنية تجمع بين مصر وسوريا. الاستقبال كان مشرف، هاني كتير مبسوط والمجموعة كلها مبسوطة، الشعب هون كتير مبسوط فيه. شرفوني ان انا اكون اللي بقدم رساله الحب دي، يعني او من جزء من رساله الحب المصريه السوريه المصريه في الاغنيه اللي احنا عملناها كلمات استاذ صفوة شغاله. عملنا حاله حب ان شاء الله تنبسطوا بيها. انا بحبه لهاني شاكر، الاستاذ هاني شاكر، وكثير حاب اجي احضر الحفله لايف، وهو بذكرني نحن يعني كجيل بذكرني بايام هيك الطفوله المراهقه، وبتعني لي هاي الفتره من حياتي، فكثير مبسوطه انه جاي احضر. الفنان هاني شاكر هو فنان يعني تراث، لذلك بيعني كثير يعني. وجوده بدار الأوبرا وهي هذا صرخ حضاري كثير له قيمته، يعني كثير مهم. وقبل الحفل عقد مؤتمره الصحفي الذي عبر من خلاله عن سعادته بزيارته لسوريا وعن مدى حماسه للقاء الجماهير في الحفل. كانت البروفا والتحضيرات للحفل قائمة بين الفرقة الوطنية السورية للموسيقى الوطنية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. دار الأوبرا بعراقتها احتضنت الفن والأصالة وجمعت حب الشعبين السوري والمصري لينتج عنه هذا الحفل العظيم. انتو حبيبي انا.